مرحبا بكم في ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي في نسختها 14 التي تنعقد في العاصمة الرياض يوم الأربعاء والخميس الموافق 14-15 من شهر ديسمبر الميلادي. إن البنك الأهلي السعودي منذ أن بدأ بتطبيق العمل المصرفي الإسلامي فإنه ينشد التوافق مع الضوابط الشرعية التي تقررها اللجنة الشرعية، ولضمان تحقيق هذا الهدف فإن إدارة البنك اعتمدت الكوادر البشرية اللازمة للإدارة الشرعية لتتمكن من القيام بواجبها على الوجه الأكمل. نشكر الإخوة في المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي السعودي على هذه الجهود المتواصلة، وأدعو إخواني الباحثين والمناقشين أن يعتبروا كل عمل يقومون به في هذا المجال مقربا لهم إلى الله. لا شك أننا نأمل في هذا البلد المبارك إن شاء الله أن تنتهي البنوك جميعا إلى أن تكون إسلامية، وقد قطعت شوطا كبيرا بحمد الله. كانت هذه البداية الحقيقة خطوة أراها خطوة مناسبة لنمو المصرفية الإسلامية، بدأت تنمو شيئا فشيئا حتى أصبحت الآن يعني أصبح حجمها على مستوى المملكة النوافذ الإسلامية هي الأكثر. يعتبر هذه الندوة أحد الحلقات الذهبية في الحراك في فقه المصارف الإسلامية. عندما الخبرة التراكمية تتبعهم هذه تستخدم في تطوير المصرفية الإسلامية فشيء يعني ثمين وله فيه قيمة مضافة بلا شك.